زي ما الأرجنتيني ميسي بنى مجد وتاريخ لبرشلونة في العشرين سنة الأخيرة، كان في أرجنتيني تاني بيبني مجد وتاريخ لكن للغريم الأزلي ريال مدريد بعد خطفه من كاتالونيا. سنة 1952 قرر برشلونة التعاقد مع ألفريدو دي ستيفانو اللي كان مرتبط وقتها بعقد مع ريفر بليت الأرجنتيني، لكنه كان معار بشكل غير قانوني لنادي كولومبي اسمه ميلونيريوس. إعارة دي ستيفانو للدوري الكولومبي وقتها كانت بسبب الإضراب اللي حاصل في الأرجنتين وتوقف نشاط كرة القدم، ولأن الفيفا كان غير معترف وقتها بالدوري في كولومبيا، ريفر بليت شاف إن دي ستيفانو لو لعب هناك هيفضل محتفظ بعقده معاه، وده كان الفخ. ميلونيريوس كان بيلعب دورة ودية في أسبانيا، ووقتها قرر برشلونة التعاقد مع دي ستيفانو، وفعلا اتفق معاه هو وناديه الأصلي ريفر بليت. وصل دي ستيفانو الكاتالونيا وارتدى قميص البارسا بالفعل ولعب معاهم ماتشات ودية، لكن ريال مدريد قرر يتدخل في الصفقة، وفعلا وصل الريال لاتفاق مع النادي الكولومبي اللي هو بالأساس لا يملك الحق في اللاعب، لكن اللي حصل كان مفاجأة. الاتحاد الأسباني بعد تعاقد برشلونة مع دي ستيفانو وقفوا التعاقد مع الأجانب مؤقتا، لكن بعد نجاح ريال مدريد في التعاقد مع دي ستيفانو الأمر تحول لإشكالية فضلت مستمرة لشهور، وبعدها حصل ضغط سياسي على الاتحاد من الدكتاتور فرانكو حاكم أسبانيا وقتها واللي كان بيكره إقليم كاتالونيا، وطلع قرار من الاتحاد إن اللاعب يلعب موسمين لكل فريق بالتناوب والبداية تكون مع مدريد. برشلونة وافق في البداية، لكن بعد أسابيع قرر يبيع حقوقه في اللاعب لريال مدريد، خصوصاً إن بداية دي ستيفانو مع الريال ما كانتش قوية، وبعد الفترة الأولى لدي ستيفانو مع الريال بدأ اللاعب يبني مجد الفريق الأوروبي، وحصل معاه على 5 بطولات متتالية لدوري أبطال أوروبا، وبعد اعتزاله بسنوات طويلة بيبني ريال مدريد ملعب لفريق الشباب وبيسميه ألفريدو دي ستيفانو.